مرحبا بكم أصدقائي، أتمنى إن شاء الله أن تكونوا في صحة جيدة وتكون أحوالكم طيبة بإذن الله. في هذا الفيديو الذي سوف نخرج فيه عن نطاق التعليم، تعليم اللغات إلى آخره، في هذا الفيديو سوف نتحدث عن أمر مهم جدا، أمر يهم شخصيتنا وعلاقتنا مع الآخرين، يعني كيف نجعل الشخص الآخر يتقبلنا ويحبنا أكثر. فسنتحدث في هذا الشق أو في هذا الفيديو عن الحس الفكاهي الجميل، وحس يعني عندما تتكلم مع شخص وتحكي له نكتة أو تريد أن تقوم بإضحاكه. ما هي الأمور التي يجب أن نتجنبها عندما يكون عندنا حس فكاهي كي لا نصدم الآخر وكي لا نجعل الآخر يكرهنا ويريد الابتعاد عنا؟ لأن الحس الفكاهي جميل جدا عندما يكون عندك أصدقاء تريد أن تكسبهم وتريد أن يحبوك أو يتعلقوا بك أو تكون إنسانا محبوبا، يجب أن يكون عندك حس فكاهي، تكون يعني ذاك الشخص المحبوب الذي دائما إذا رآه الناس يحبون الجلوس معه، يحسون بالبهجة، يحسون بالسرور. لكن أحبائي، أنا ألاحظ في بعض الأحيان أنه بعض الناس يريدون أن يكونوا محبوبين ويحاولون أن يكون عندهم حس فكاهي، لكن يبالغون في الأمر فيصبحون مهرجين، يعني شخص مهرج فقط، يحب أن يراك الناس لأنك أنت المهرج، لكن عندما تتكلم، عندما يعني تتحدثون في أمور مهمة إلى آخره، لا يؤخذ برأيك لأنهم يعرفونك بأنك أنت المهرج. لذلك يجب الحذر في مسألة الحس الفكاهي. الشخص الذي عنده حس فكاهي جميل جدا، لكن يجب أن يتجنب أن يكثر في الفكاهة، وأن يعني لا يصبح ثقيل الدم، وأيضا على الإنسان أن يكون حذرا ليتجنب بعض المواضيع. هناك بعض المواضيع لا يجب على الإنسان أن يقوم بإلقاء النكت فيها أو أن يعمل فيها حس فكاهي، مثلا الابتعاد عن كل ما هو خاص بالديانات، بالدين. عندما تريد أن يعني يحبك الناس ويحترمك الناس إلى آخره، فابتعد عن الدين، لا تقم بنكت عن الدين، إما الدين الذي تنتمي إليه أو الدين الآخر الذي لا تنتمي إليه. فابتعدوا عن كل ما يخص بالدين، ابتعدوا عنه فيما يخص الحس الفكاهي، لأن هذا الأمر يمكن أن يجلب لكم يعني مشاكل إذا كان الشخص الآخر مثلا منتمي إلى دين آخر غير دينك، أو يعني أو حتى أنه يعني في ناس تحاول أن تستهزئ من بعض الديانات بشكل فكاهي إلى آخره. هذه الناس تكون غالبا دائما هي الخاسر في الأخير. ابتعدوا عن الدين، ابتعدوا أيضا في الحس الفكاهي عن شخص مريض. مثلا إذا كان شخص مريض، إذا كان من ذوي الاحتياجات الخاصة، إذا كان يعني شخص يعني معاق، إعاقة جسدية إلى آخره، فلا يجب يعني من قلة الاحترام صراحة أن تقوم بإلقاء نكتة على طريقة مشيه، على شخص لا يسمع، على شخص لا يرى إلى آخره. فالدنيا دوارة، الدنيا دوارة، فلربما اليوم الشخص الذي يلقي النكت ويستهزئ بشكل فكاهي من الناس يعني من ذوي الاحتياجات الخاصة أو من ناس يعني معاقين إلى آخره، فلربما بعد 5 سنين 10 سنين تحصل له حادثة ويصبح هو أيضا من ذوي الاحتياجات الخاصة، أو لربما يعني يحصل على أبناء معاقين إلى آخره. لذلك من الأفضل الإنسان أن يبتعد عن تلك الأمور. يجب أيضا على الإنسان عندما يكون يتحدث مع الآخرين ويريد أن يضحكهم ويريد أن يعني يكون عنده ذاك الحس الفكاهي الجميل إلى آخره، أن لا يصبح يعني في مرحلة شخصية، يعني ابتعد عن الشخصيات، لا تحاول الاستهزاء بالشخص. يعني إذا كنت مثلا عندك صديق وأنت وإياه تتمازح، فابتعد عن كل ما هو شخصي، لا تحاول إهانته، فتبقى فقط يعني أمور
ممكن أن تضحكوا عليها، يعني هو حصل له شيء مع الأستاذ، مع أحد الأصدقاء في الإدارة، مع مثلا خطيبته إلى آخره، فيمكن أن تستهزئوا وتضحكوا بهذه المسألة، لكن لا تستهزئ بشخصيته، لا تستهزئ، لأن أنفه كبير، لأن أذنيه كبيرتين، لأنه قصير القامة، لأنه كذا وكذا، فهذه أمور ليست جميلة، وهذه الأمور ستجعلكم تفقدون الكثير من الاحترام، وتفقدون أيضا أصدقاء كثر، وهذا ليس بالشيء الجيد. لذلك الإنسان الذي لديه حس فكاهي، إنسان محبوب يحبه الناس، يحاول الناس أن يتقربوا منه، أن يتعرفوا عليه، يكسب أصدقاء كثر، لكن يجب على الشخص أن لا يبالغ في الفكاهة، لأنه يمكن إذا بالغت في الفكاهة أن تذهب بك إلى مرحلة سلبية أنت في غنى عنها، يمكن أن تفقد الناس، يمكن لا تجعل نفسك مهرجا، فقط المهرج الذي يضحك الآخرين إلى آخره، يجب أن تكون شخص يعني معقول، ومرات مرة تكون عندك فكاهة يكون شيء جميل، أنصح بها الجميع أحبائي. هذه يعني انتهى فيديو هذه الحلقة، وهذا هو يعني الموضوع الذي تحدثنا فيه. ما هو رأيكم في هذا المجال؟ هل أنت تعتبر نفسك شخص فكاهي، أم أنك أنت إنسان خجول، أم أنت إنسانة خجولة تحبين أن يعني تصبحي إنسانة فكاهية، إنسانة محبوبة، عندك حس فكاهي لكن لا تستطيعين؟ ما هو السبب الذي لا يجعلك صديقي أو لا يجعلك صديقتي تكوني إنسانة فكاهية؟ أم هل حصل لكم يعني شيء أحببتم أن تحكوا نكتة، أحببتم أن تدخلوا البهجة والسرور إلى أحد، لكن المسألة راحت بالغلط، ويعني زعل منكم أو غضب منكم الشخص لأنه أحس بأنك تريد أن تستهزئ به؟ احكوا لنا كل شيء تحت أسفل الفيديو، كي يستفيد أيضا عدد كبير من الأصدقاء في هذا الأمر، لأننا نريد أن نساعد ناس كثيرة على أن تصبح ناس محبوبة، لكن لا داعي للمبالغة، فكل شيء عنده حدود، وهذا هو الجميل. أشكركم أحبائي، وإن أعجبكم الفيديو سأكون شاكرا إن أعطيتني لايك وقمت بنشر هذا الفيديو كي تعم الفائدة على الجميع. إلى اللقاء أحبائي.